بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. جايين النهاردة في المعهد الديني، جايين طبعا من الحاجات اللي انتوا بتحبوها، والحاجات بقى اللي هي بتاعت البيت والبلاستيك والمنظمات والاختراعات. الناس اللي بتشوف المنشية بعيدة عليها، جينالكو اهو في العصفرة قبلي شارع المعهد الديني. بصوا حبايبي، طبعا شارع المعهد الديني ده مشهور وعبارة عن سوق كبير يعني. تمام، هنشوف احمد ابو الحمد اهو والفرش في وشه. تمام، يعني امشي في الناحيه اللي هي اليمين. هنتفرج بقى على الحاجات والاسعار ونشوف اجمل الحاجات. بس بقى ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. نبتدي على بركه الله. بصوا بقى، اول حاجه هي هنبتدي بيها الحاجات الحلوه دي. دي اللي هي الصبانه قصدك ولا ايه؟ الصينيه ب10. طيب تمام، دي كده اول حاجه. ماشي، دي بكام بقى؟ دي ب10 برضو. بصوا حبايبي، حاجات هنا بتبدا من اول 3.5، لان دي مثلا الملاحه دي 3 ب10. بصوا اشكالها بقى والحاجات الحلوه دي. بصوا حبايبي، والعصارات دي، ايوه بصوا الحاجات بقى 3 ب10. في كمان الصبانه اللي هي بتاعت دي الصبانه بتاعت الفيس دي، الريشه دي بكام؟ ب15. في بقى كمان اطباق 3 ب10. انه بقى 3 ب10، كل ده. بص حبايبي، دي ملامين كلها اي 3 ب10. الحلالي بيخش الميكروويف. في كمان بيخش الميكروويف. تمام، بصوا الوانها. طب الورده دي بقى 3 ب10. ده الواحد ب5 جنيه اللي هناك ده ب7 ونص. ماشي، تعالوا بقى افرجكم، لان هم بصراحه عندهم تشكيله حلوه قوي. عندنا برده دي ب10. بصوا حبايبي، دي زي كده يعني، بوله كده، بوله بغطا، تخش الميكروويف ب10 جنيه، تخش الميكروويف. وفي عندنا كمان حاجه زي كده، تمام، دي ب10 برده ولا كام؟ ب10. دي ب10 حبايبي، بيتحط بقى فيها ورد والكلام ده كله. ايوه كده، خليك بقى معايا بقى. في ايه تاني؟ دي بتاعت المفاتيح العلاقه الفلامينكو بكام؟ ب20 عشان متابعين القناه. تمام، بصوا حبايبي، في برضو الورده الكبيره اللي هي طب دي ب10 ثانيه. في اشكال بقى منها، عايزه اقول لكم ما شاء الله حاجات حلوه قوي. في الصبانه بقى دي بكام؟ ب5 جنيه بس يا جماعه. الصبانه والالوان ما شاء الله. بصوا حبايبي، في كمان الطبق التسالي ده. طبق التسالي ده بقى طبق التسالي ده بكام؟ ب15 الثلاثه. وفي عندنا برضو بتاعه المناديل اهي، في عندنا الدبدوب، وفي عندنا اللي هي البلاستيك. ودي دي بكام؟ ب25 ودي ب20، اللي هي الخشب بقى، اللي هي الاسلامي، الشغل الاسلامي ده. وفي دي ب20 اللي هي الدبدوب دي. ادي الالوان بتاعتها. الطقم ده ب50 اهو، طقم بقى معالق وسوري سكاكين ومخرطه وتاني مقشره بطاطس ومقص كمان. تمام، طبعا دي حاجات اللي هي سيراميك. دي برضو في الشياله دي بقى بالوانها كلها. بكام الشياله دي؟ عامله 50. دي عامله 50 يا جماعه الشياله. على فكره في الوان منها بقى افرجها لكم دلوقتي، تعالوا اتفرجوا على الوانها. بصوا الفرش ما شاء الله، حاجات بلاستيك حلوه. وبصوا الالوان بتاعتها، ده في كمان منها 3 الوان مع بعض. ايوه بالظبط، برضو بنفس الثمن. ايوه بصوا، هي 3 الوان مع بعض. وفي ده كمان اهو، وفي كمان الالوان دي. ايه ده، دي كبيره قوي دي، ولا 2 على بعض؟ تمام. ممكن تعملوهم على فكره 3، وعندهم بلاستيكات حلوه قوي. لا والله، يعني انا اكتر من مره كنت عايزه اصور عندهم، بس ببقى مستعجله ماشي. تمام، في برضو حاجات جوه. دي بكام دي؟ الثلاثه دول ب20، بتخش الميكروويف يا جماعه. وفي بقى عندهم جوه منظمات وحاجات ونتفرج عليها. بصوا حبايبي، الازايز دي ب7.5 الواحده. اتفضل. دي التربهات التسريحه بقى. قولي بقى 3 دور و4 دور، يعني تمام. 3 دور. اتفضل حضرتك اقول. 3 درج و4 درج و5 درج، 25 30 35. تمام، يعني الثلاثه ب25 والاربعه ب30 والخمسه ب35. 5 جنيه. تمام، بصوا المنظر، حاجات حلوه قوي بجد. وفي بقى طقم التوابل كمان. بصوا ايه بقى، دي ازايز دي، معلش، دي ازايز ميه. جوده عاليه، دي جوده عاليه. ايه كام؟ رقم 5. بكام يا استاذ دي؟ الاثنين ب25. الاثنين ب25. خش تعالوا. مؤاخذه معلش، سلام كده.
ثواني. بصوا يا جماعه بقى، بصوا بقى الحاجات بقى، السنان، المعجون السنان. دي المعجون السنان، ودي دي بكره مناديل. دي بكره مناديل، ورينا بقى، خرجنا كده بكره المناديل. بصوا بكره المناديل الجديده دي بتاعه الحمام يا جماعه، دي بقى من ضمن الاختراعات الجديده. وادي الوانها بقى اهي، ايوه بصوا دي بقى الوانها بقى. بتاعت معالي دي بقى بتاعت دي بكام قلنا دي؟ دي عاملة 20. دي عاملة 20، ودي 30. دي عاملة 30 تمام. ودي نفسها دي ولا ايه؟ ودي يا استاذ دي؟ لا دي برضه بتاعت معجون سنان، و دي بتاعت معجون سنان؟ نفس دي، بس شكل تاني. بكام بقى دي؟ دي عاملة 20. دي عاملة 20، والورقة بتاعت المناديل قلنا بكام؟ ب 20؟ ب 20 تمام. في ايه تاني بقى؟ حاجه زي كده، علبه بقوليات، اللي هي بتاعت البقوليات، بتحفظ البقوليات زي الدقيق والفاصوليا والحاجات دي والرز وكده. بكام؟ عامله 20. الحجم الصغير بتاع اللي هو النص كده عامله 15. عامله 15 تمام تمام. بصوا بقى، دي علب بهارات بقى، دي علب بهارات. البهارات ده في طقم البهارات التفاحه ده، ايوه. بكام ده؟ ب 12 ونص. ب 12 ونص. والركنه دي ركنه حمام عامله 57. عامله 57 تمام. بتاع المسحوق، المسحوق. بكام ده طبعا؟ دي 5 كيلو. بكام ده؟ كام؟ 45. ب 45 يا حبايبي. ده هون طبعا، وده هون هون بتاع زمان، هون عادي، ممكن ديكور وممكن في ايوه، هو باستخدام اساسا يعني. بكام يا استاذ ده؟ ده عامل 17 ونص. وعندنا برضو اطقم التوابل الكبيره 7. ده عامل 55. تعالوا افرجكم بجد، الفرش جميل جدا. في كمان شفشق يا جماعه، بصوا شفشق صغير بالكوبايات بتاعته. ده ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه. ودي الالوان بتاعته اللي جنبه ده بكام؟ ده ب 15. ده ب 15 اللي هو ده، بس ده خامه عاليه. ده ماكس ب 15 تمام، عشان رمضان قرب بقى. قلت لي هتلنا حاجات رمضان كتير نازلين ان شاء الله باذن الله. بصوا حبايبي، دي ايه بقى دي؟ دي زي يعني اللي بيحطوا فيها الفضلات بتاعت أيوة اللي في المطبخ، في المطبخ. نفس بصوا الصوره كده، تعلق في ايوه. بكام بقى دي؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه بس حبايبي، شايفين دي؟ في المبشره برضو، في المبشره البلاستيك، ايوه. بكام؟ ب 10 جنيه. وفي بقى دي فازه دي ولا ايه؟ فازه دي. بكام الفازه؟ 17 ونص. 17 ونص تمام. ده كده طقم البهارات ده ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه بس طقم البهارات. بصوا ب 10 جنيه. في منه البني بتاعه، في البني والفوشيا بس، ايوه. هو بينزل لونين. ودي بتاعت المعالق، بتاعت المعالق برضه جميله جدا. عندهم حاجات جديده جدا والوانها حلوه، وممكن فرش برضه، فرش لانها حجمها صغير. بكام يا استاذ؟ دي ب 20. ب 20 تمام. في منها الموف برضه، في بقى الموف اهو، ايوه. الموف بتاعها خطير، جميل قوي. في بقى بصوا دي بقى فازه كده، في ناس بياخدوها ديكور، في ناس بيستخدموها للحمام والفرشه. يعني الفرشه دي بيعملوا بيها ايه بقى؟ يدعكوا بيها الحوض، يدعكوا بيها الحوض، او القعده مثلا، زي ما انت عايزه بقى. بكام بقى دي؟ دي ب 15. دي ب 15 يا حبايبي. في الكرسي اللي هو الكرسي اهو، الناس عارفاه برده. بكام ده؟ ده 30. ب 30. بكره مناديل بتكون من تحت، ايوه عارفه، في نفس الوقت حامل بهارات من فوق. تمام. بصوا دي اللي انا قلت لكم عليها بتاعت المناديل. بصوا الالوان بقى وجمالها، طقم ده تاني. بصوا حبايبي حلوه قوي. حاضر، بقول لك تاني مره. ماشي اهي. بصوا يا حبايبي دي جميله قوي تمام. في بقى المطبقيه، المطبقيه اللي فوق دي بكام؟ دي ب 40. ب 40. بص اهي تاني، دي احنا قلنا دي بكام عشان هي بصراحه عجباني جدا. ب 20. ب 20 تمام. بكره المناديل، الله ينور. في حاجات تانيه هنا؟ في طبعا برطمانات. البرطمانات بقى بكام بقى؟ ده ب 20. ايوه. المربع بتاع النص صغير ب 15 اللي هو المربع ده، والكبير ده ب 20. طبعا غير بقى علب التخزين وحاجات علب التخزين، تعالوا بقى نكمل بقى كمان الفرشه اللي بره كده ونتفرج. علب الثلاجه ب 10 جنيه. فين بقى؟ بصوا بقى يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، البتاعه الكبيره اهي، دي اللي شفناها جوه صغيره ب 10. ايوه في منها الكبير، الكبيره ايوه، بس دي مخرمه بقى، مخرمه. دي بقى مخرمه، مخرمه. دي تنفع، دي تنفع بقى لل يتحط فيها مثلا حاجات ادوات النظافه. بصوا اهي ادوات النظافه. دي بكام دي؟ دي ب 20. ب 20 تمام. في منها عده الوان تمام، في منها كذا لون. بصوا بقى علب الثلاجه تحفه. الشفشق ده ب 10 جنيه. الشفشق ده ب 10 جنيه تمام. تمام. الله ينور. في دي برضو علبة بقليات نفس اللي شفناها، بس شكل تاني، بس حاجة تانية. دي ب 15. 15 تمام. ده طقم بهارات 4 ب 12 ونص. ب 12 ونص طقم بهارات 4، ايوه. في منه الستة بتاعه ب 30. دي ايه بقى دي؟ دي بولات، بيعملوا رز بلبن، يعني بصوا شكل كده ايه جمالي يا جماعه. الوان ياما قوي. بكام يا استاذ دي؟ دي ب 10 جنيه. التلاتة دول ب 10 يا حبايبي. دي عدة الوان جميلة قوي، حلوة تمام. عندنا بقى تعالوا بقى نشوفوا كمان، في بولات اهي صغيره، دي برده شكلها الثلاثه ب 10 دول. ب 10 صح اهم.
واشكالها بقى والوانها طبعا في كل مكان في بلاستيك ان شاء الله. والحاجات بتاعه المنظمات والاختراعات هتلاقوني. بصوا بقى العلب الجميله دي، دي محكمه الغلق دي. دي دول ثلاثه، ثلاثه زي كده، زي دول كده. ايوه في منها ثلاث الوان. تمام. دي بكام بقى؟ دول ب10 جنيه. دول ب10 جنيه الوانها كده. ايوه تمام. الثلاثه دول ب10 جنيه. طب تمام. دول كمان ب10 حبايبي. اتنين دول بقى. ودول اتنين ب10 جنيه. ودول اتنين ب10 برضه. تمام. يعني الجزء ده كله ب10؟ اي حاجه ب10 جنيه. اي حاجه ب10 جنيه. تمام. في برضه عندنا اللي هي دي. العلبه دي جميله جدا. بكام؟ دي بتخش الميكرويف. ب10؟ ب10 جنيه. تمام. ودول؟ دول ب12 ونص. 12 ونص؟ ينفعوا برضه علب تخزين. ينفعوا بوكليات برضه كده. كده وفي نفس الوقت ممكن برضه بهارات لو هي عايزة. لو هي عايزة بهارات كبيرة. أيوة. بصوا حبايبي لسه في اللي هي الثلاثة ب10 لسه عندنا حاجات حلوة قوي. في عندنا الكوبايات بتاعت الأطفال دي. في عندي معالق كده برضه. في معالق الأطفال برضه الألوان. ايوه ثلاثة. ده مش ثلاثة، ده كام دي؟ دول ستة. ستة ب10؟ تمام. وفي الأبيض لو عايزة أبيض. طقم البهارات. وإيه ده بقى؟ ده هو بني والبامبي. والبامبي. ب10 حبايبي. طقم البهارات ده ب10 بس. ودي ب10 البولة دي؟ ثلاثة. الثلاثة ب10؟ بصوا حبايبي الثلاثة ب10 هنا حاجات كتيرة قوي. بصوا يعني ممكن تتشكلي بقى تاخدي ثلاثة ب10. والفوشيا ده أيوه بصوا ده. دي بقى الواحدة ب10. مج الشوربة ومج الاندومي. تمام. ايه بقى دي؟ صبانات. دي صبانات. والمشابك بكام؟ مشابك. 10 جنيه. المشابك ب10؟ والصبانة الواحدة؟ في ب7.5 وفي ب10. في ب7.5. انهم ب7.5؟ دي كده ب7.5. دي ب7.5 المقفولة. دي ب10. دي اللي خميتها عالية جدا. دي أحلى دي. عندي كده 2 ب10 جنيه. 2 بولات كده. بولتين. تمام. تمام. عندي هنا بقى ايه ب10 جنيه. حاضر ماشي. افرجكم بس على الحاجات اللي ب10 حبايبي. ولسه بقى المكان كمان ما فيهوش كده وبس. تمام. واللي هي كمان ب10 جنيه. ماشي هات. ايوه القمع بقى. ده كده دول ثلاثه مع بعض ب7.5. ثلاثه ب7.5 قماع. في 5 ب10. سيليكون دي ولا بلاستيك؟ لا بلاستيك. بلاستيك ده. في 10 وفي 5 ب5 ب7 ب10 في 5. تمام. بصوا حبايبي في دي مصفيه بكام يا حبيبي؟ ب10. تمام. وفي بقى عندنا التربوهات. التربوهات بقى دي اللي هي المفتوحه اللي هي العاديه دي بكام بقى؟ ب 60. ب 60 اي واحد فيهم؟ ب 60 اللي هو اربعه كلهم مش كده؟ دي كده الوان. والعلاقات الشماعات بقى؟ في ب 17.5 وفي ب 20. وفي ب 20 وفي ب 17. وفي 10 جنيه و 15 في السوق بس بتكون خاماتها اقل من دي. تبقى اقل مش حلوه. تمام. طبعا عايزه اقول لكم في حاجات كتير قوي. في كمان المكانس وشماعة الطرح. بكام بقى؟ 15 اهي. بصوا بصوا حبايبي شماعة الطرح. بصوا دي بيعملوا بيها ايه بقى دي؟ للتواليت برضو ينضفوا بيها. بكام بقى بتاعت التواليت دي؟ ب 15 يا حبايبي. في سكاكين بقى وفي كوبايات. وسكاكين وكوبايات. ودي بتاعت التنظيف دي بكام؟ 15. 15 برضه. بتاعت البيت ب10 جنيه. بتاعت البيت ايوه. مسكة السيليكون. ايوه عشان ما يبقاش سيبنا حاجة. دي ب 20. تمام. والباسكت ده بكام؟ 15؟ تمام. وفي بقى العلاقات. العلاقات بكام بقى؟ العلاقات دي 15. 15؟ طب تمام. ودي بتعمل ايه؟ مقورة دي؟ دي مقورة تلات استخدامات. تركي. تركي. دي عامة 15. 15 دي مقور. كل تركي. تمام. شماعات بنطلون رجال. شماعات بنطلون رجال. بكام بقى؟ ب 15. ب 15 تمام. طبعا في يعني في حاجة في يعني كل حاجة موجودة. حتى الكوبايات يا حبايبي كل يعني أنواع الموضوع. طبعا لحضراتكم هيبقى في أسعار رمزية ليكم يعني. إن شاء الله إن شاء الله. بصوا حبايبي دي اول حاجه شفناها. شاكرين جدا. عايزه اقول لكم بصوا جوله سريعه كده حتى السكاكين الحاجات اللي هي الازاز المجار السيليكون. في دي برده كتير بيسالوا عليها. في اللي هي بتاعه يعني البنك السباتيولا وال بكام؟ دي في منها اللي هي مؤيد ازاز وفي منها مؤيد سيليكون. تمام. المفارش بقى كمان حضرتك بتبيعها بالمتر بقى ولا على بعضها؟ بكام؟ على بعضها برده عادي ماشيه. بالمتر كام؟ هي فيها 20 متر. تمام. الواحده دي 20 عامله 200. تمام. عامله 200 جنيه يبقى المتر عامل 10 جنيه. المتر ب 10 جنيه. لو من المتر الواحده هيبقى ب 11 جنيه. ما عندكش حاجه ثانيه غير الالوان دي ولا هي الالوان دي بس؟ هم اللونين. انا كان عندي رسمتين. ليه سيلفر والجولد بس. ايوه الجولد. تمام تمام. طبعا احنا برضو علشان تبقوا عارفين احنا في اسكندريه في العصافره ابلي في شارع المعهد الديني. الفرش يعني موجود بسم الله ما شاء الله عليه حاجات كتيره قوي.
انتوا انا عارفاكم بتحبوا الحاجات بتاعه الاختراعات المطبخ. طبعا انا جبت لكم هنا برضو حاجات، في حاجات لاول مره بنشوفها. في ايه؟ العصفوره اللي هو دي عصاره البرتقال بتاعتنا دي، البطل بتاعنا دي على طول. ايوه. دي بكام دي بقى؟ دي ب 15. دي ب 15 يا حبيبي. تحط بقى الليمون فوق كده ويتعصر بقى. بالظبط. تمام. او برتقال. تمام. يا رب الفيديو. الاول بنشكر حضرتك جدا، ونشكر الاستاذ. شكرا لحاج، شكرا. الله يخليك. اتمنى من حضراتكم يا رب الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.